تحية لكم مشاهدينا الكرام، وهذه الفترة التحليلية لتطورات الأزمة الروسية الأوكرانية. ونبدأ بآخر التطورات، حيث وصلت القوات الروسية تمركزها حول العاصمة الأوكرانية كييف، وذكرت مصادر أن سفارات الإنذار بحدوث قصف دوت في كل الأراضي الأوكرانية بما في ذلك المدن الكبرى وأوديسا ودنيبرو وخاركيف. يأتي ذلك في الوقت الذي أحكمت فيه القوات الروسية حصارها على مدينة ماريوبول الاستراتيجية الساحلية. وقال وزير الخارجية الأوكراني إن ماريوبول المحاصرة هي حاليا أسوأ كارثة إنسانية في العالم، حيث أشارت التقارير إلى أن 1582 مدنيا قتلوا خلال 12 يوما منذ بدء العملية العسكرية الروسية. على الجانب المقابل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الجيش دمر أكثر من 3000 من مرافق البنية التحتية العسكرية الأوكرانية منذ بدء العملية العسكرية الروسية في 24 من فبراير الماضي. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إن القوات الروسية تواصل هجومها في أوكرانيا على جبهات واسعة. على الصعيد الاقتصادي، حذر صندوق النقد الدولي تداعيات كارثية للحرب على أوكرانيا على الاقتصاد العالمي. في اليوم 16 من العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، اشتدت حدة المعارك في عدة محاور أبرزها محيط العاصمة كييف، بالإضافة إلى مدينتي ماريوبول في الجنوب وخاركيف في الشرق. وتسعى روسيا إلى إعادة انتشار قواتها خلال الأيام المقبلة لشن هجمات على كييف، فقد غيرت القوات الروسية أسلوب تحركاتها من أجل الاقتراب أكثر من العاصمة الأوكرانية، بحيث تتجنب السير في الطرق الرابطة بين ضواحي كييف وتتوغل داخل الغابات. وأظهرت صور الأقمار الصناعية أن القوات الروسية التي تضغط على كييف تعيد تجميع صفوفها في شمال غرب العاصمة الأوكرانية، فيما قد يكون استعدادا لهجوم على المدينة في غضون أيام. الصور أظهرت وحدات مدرعة تجوب بلدات قريبة من مطار في الضواحي الشمالية الغربية لكييف، وهو موقع قتال منذ أن أنزلت روسيا جنودا من قوات المظلات هناك في الساعات الأولى من عمليتها العسكرية. كما أعادت عناصر أخرى تمركزها بالقرب من بلدة لوبيانكا إلى الشمال مباشرة، مسلحة بمدافع الهاون في مواقع إطلاق النار. وتفيد التقارير أن الاشتباكات شديدة في منطقة هورينكا شمال غرب كييف بين القوات الأوكرانية وبين الروسية، في ظل قصف أوكراني على مطار جوستوميل الذي تسيطر عليه القوات الروسية. ويحاصر الجيش الروسي مدينة ماريوبول وتوغل في عمقها من ثلاثة اتجاهات، لافتا إلى أن الطرق ملغمة من قبل القوميين الأوكرانيين، في ظل ما وصفه بإطلاق نار عشوائي لمنع مغادرة السكان. وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن مسلحين أوكرانيين فجروا مبنى معهد الفيزياء والتكنولوجيا بخاركيف، وأن قرابة 50 موظفا تحت الأنقاض. وقالت الوزارة إن القوات الروسية أخرجت من الخدمة مطارين عسكريين يوجدان غرب أوكرانيا، هما مطار لوتسك وإيفانو فرانكيفسك، عقب قصفهما بأسلحة طويلة المدى وعالية الدقة. وهذه هي المرة الأولى التي يقصف فيها الجيش الروسي لوتسك. وقال الانفصاليون في دونتسك إن قواتهم سيطرت على أكثر من 80 بلدة كانت تحت سيطرة الجيش الأوكراني. وأكدت وزارة الدفاع الروسية أن قوات الانفصاليين في دونتسك سيطرت على مدينة فولنوفاخا الأوكرانية. المزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا مباشرة من فيينا عبر الهاتف مراسل النيل مصطفى عبد الله. مصطفى، يعني اليوم هو 17 منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، حدثنا عن آخر التطورات وتفاصيل لديك. صباح الخير على حضرتك وعلى السادة المشاهدين الكرام. اولا يعني الخارجيه النمساويه اعلنت اليوم في بيان ليها ان الكرملين لم يستبعد اجراء لقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الاوكراني زيلينسكي، لكنه اشار الى اهميه لكن البيان، بيان الخارجيه النمساويه اشار الى اهميه ان يمهد وفد المفاوضات من البلدين لهذا الاجتماع كي يخرج الرئيسان بنتائج ملموسة. وأضاف البيان على لسان متحدث باسم الكرملين ديمتري يتكوف للصحفيين أنه لا يستبعد عقد لقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني،
نظرا لان الامر نظريا الامر ممكن، ولكن قال يجب على الوزراء والوفدين القيام بعملين للتاكد من الرئيسين لن يلتقيا لمجرد اللقاء وتبادل حديث، بل للخروج بنتائج حسب تعبيره. نعم. واردف المسؤول الروسي طرد عقوبات امريكا، قال موقف روسيا ليس سريا، لقد تمت صياغته ووضعه على الطاوله امام المفاوضين الاوكران، وننتظر فيما ترددت انباء عن قيام المستشار الالماني الاسبق جيرهارد شرودر بالوساطه في حرب اوكرانيا واجتماعه مع الرئيس الروسي في موسكو. برلين نفى الاجماع. اتفضل. اتفضل اذا كان لديك اي تفاصيل اخرى اتفضل. بقول برلين نفت علمها باللقاء ورفض المستشار اولاف شولت التعاون في حين رحبت النمسا بوساطه شرودر حيث كان السفير الاوكراني في برلين، واقترح في تصريحات صحفيه اليوم بانه يقوم شرودر بالتواصل بين اوكرانيا وروسيا، فهو واحد من القلائل في المانيا اللي ما زال يعني لديهم اتصال مباشر بالسيد بوتين، وليس هناك احد لديه مثل هذا الامر في المانيا وفي الدول الاوروبيه الاخرى. المستشار النمساوي كارل نيهامر رحب بالاجتماع بين شرودر وبوتين، وقال ان الكلام ده على هامش الاتحاد الاوروبي في فرساي قرب باريس. قال انه بيعتقد ان استخدام كل الامكانيات لفتح قنوات اتصال، مضيفا ان جوده جهود الوساطه سيجرى تقييمها عندما يقدم شرودر تقارير عن يعني المباحثات بتاعته. نعم تمام. طيب هناك تصريح لوزير الخارجية الأوكراني بأن ماريوبول المحاصرة حاليا هي أسوأ كارثة إنسانية في العالم، يعني حدثني عن الأوضاع الإنسانية في ماريوبول وما إذا كان هناك جهود بتبذل لفك الحصار على هذه المدينة أو تخفيف قسوة الظروف الإنسانية هناك. هو الحقيقة يعني قمة الاتحاد الأوروبي المنعقدة بفرنسا لليوم الثاني بددت أمال أوكرانيا في الحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي، وده كان نتيجة إن يعني هناك يعني جميع الجهات أعادت روسيا نشر قافلة عسكرية ضخمة على مقربة من العاصمة الأوكرانية، وتم اكتشاف ده من خلال الأقمار الصناعية، وكان آخر ظهور لهذه القافلة في مطار أنتونوف شمال غرب كييف، وأطلقت القافلة وابلا من المدفعية شمال كييف، ووقعت تفجيرات في أنحاء أخرى من العاصمة منها استهداف مطار ومصنع محركات نفاثة في لوتس شمال غرب البلاد، وتعرضت مطارات في مدينة إيفانو شمال غرب البلاد للقصف أيضا وفي دنبيرو. وأفادت تقارير بوجوع انفجارات أسفرت عن مقتل شخص على الأقل. وفي فجر اليوم فنت الرئيس الأوكراني زينسكي مزاعم الرئيس الروسي بوتين بتطوير أسلحة دمار شامل، في حين أن أمريكا قالت أن وجود مصانع نووية بأوكرانيا بمساعدة أمريكية كلام مضلل ولا صحة له على الإطلاق. نعم. والقوات الروسية طوقت كييف على بعد كيلومترات معدودة من العاصمة الأوكرانية. طيب هناك حديث من خلال مراقبة يعني تحرك القوات الروسية في أوكرانيا بأنها غيرت من طريقة تقدمها نحو العاصمة كييف، هل لديك أي تفاصيل عن هذا التغير في التكتيك القوات الروسية؟ إلى هذه اللحظة لا يوجد أي يعني بيانات إضافية غير البيان اللي هو كان على لسان المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحفيين، وغير كده ما فيش أي بيانات جديدة. تمام. يعني التقارير تقول إنه القوات الروسية بتواصل تمركزها حول كييف، أصبحت على مقربة نحو 25 كيلومتر من العاصمة، يعني هل بات سقوط العاصمة كييف وشيكا؟ من المتوقع، لأن روسيا أعادت نشر قافلة عسكرية ضخمة
على مقربة من العاصمة الأوكرانية. نعم. وده تم اكتشافه من خلال الأقمار الصناعية. تمام. طيب، ما يتعلق بتقارير وزارة الدفاع الروسية بأن الجيش دمر أكثر من 3000 من مرافق البنية التحتية العسكرية الأوكرانية حتى الآن، يعني إذن القوات الروسية بتهدف إلى تدمير البنية التحتية العسكرية الروسية وتواصل هجومها على جبهات واسعة، يعني تفاصيل أكثر إذا كان لديك حول الأهداف الروسية التي تحققت حتى الآن. هو الحقيقة يعني الوضع الحالي أن النمسا ومستشار النمسا خاصة كارني هامر بيحاول أنه يعمل اجتماع بين شرودر وبوتين لحل الأزمة بأسلوب يعني تفاوضي وليس بأسلوب إطلاق نار، ولأن الحصار يعني الروسي في العاصمة الأوكرانية أصبح يعني شديد للغاية، وخصوصا بعد ما روسيا نشرت قافلة عسكرية على مقربة من العاصمة الأوكرانية. نعم. طيب، ماذا لديك أيضا مصطفى من أخبار عن اللاجئين؟ يعني حسب ما أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، هناك نحو 2.5 مليون شخص قاموا بالفرار إلى بلدان مجاورة من أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية. هل لديك أي تقارير أو متابعة بشأن ذلك أو ردود الأفعال حول أوضاع اللاجئين؟ بالتأكيد هناك عدد كبير من اللاجئين، وجميع دول الاتحاد الأوروبي بترحب باللاجئين الأوكرانيين وخاصة النمسا، ويعني بيوفروا لهم كل الاحتياجات الإنسانية والصحية والمادية، وفي النمسا حتى يعني جعلوا ليهم الدخول بدون أي تأشيرة، وفي نفس الوقت بيدوهم يعني مواصلات مجانية وبيفتحوا لهم أماكن للإقامة وفي الغرف في الفنادق على حساب الدولة، يعني في ترحيب كامل بكل اللاجئين. نعم. طيب، أعود من جديد الحديث عن كييف، وكما ذكرت أنه يعني أصبح سقوطها وشيكا، ما هي إذن التداعيات المتوقعة بعد سقوط كييف في أيدي القوات الروسية؟ أعتقد أنه هيكون في نوع من الغضب ونوع من الثورة في الاتحاد الأوروبي، لأن الاتحاد الأوروبي لا يقبل هذا الوضع بالنسبة لأوكرانيا، ولا يقبل أن روسيا تسيطر على الوضع أو يعني تحتل أوكرانيا بهذه الصورة. نعم. نعم، أشكرك مصطفى عبد الله مراسل النيل من فيينا، وينضم إلينا أيضا عبر الهاتف الدكتور شريف الخوريبي الخبير الاقتصادي. دكتور شريف، إذا ما تحدثنا عن هذه الأزمة من المنظور الاقتصادي، هناك تحذير من جانب صندوق النقد الدولي من تداعيات كارثية لهذه الحرب أو العملية العسكرية الروسية على الاقتصاد العالمي، كيف ترى إذن هذه التداعيات؟ بداية أهم حاجتين بيهموا البشرية هم الغذاء والطاقة. يعني جميع دول العالم، جميع البشر، جميع الاهتمامات الخاصة بالدول والحكومات المختلفة مرتبط بعنصرين أساسيين هما الغذاء والطاقة. لما نعرف أن روسيا وأوكرانيا بتمثل نسبة كبيرة جدا من الانتاج العالمي للقمح اللي هو العنصر الغذائي الأول لكل دول العالم، وأن هم من أكبر المصدرين لهذه المادة، ولما نعرف أن روسيا هي من أهم أو يعني نقدر نقول تاني احتياطي بالنسبة للبترول وتاني مصدر، والحقيقة يعني تأثيرهم بالنسبة للعنصرين دول، روسيا بالذات بالنسبة للطاقة والغذاء تأثير أساسي على مستوى العالم كله، ده معناه أن هناك مشكلة حقيقية تواجه العالم لموضوع الحصول على الغذاء والحصول على مصادر الطاقة.
ده في حد ذاته بالتأكيد بيؤثر، لأن الغذاء هو ده الحياة المعيشية للمواطنين، والطاقة هي الأساس لكل الأنشطة الاقتصادية بالاستثناء صناعة، تجارة، زراعة، طيران، كل شيء كل شيء. فطبعا هناك تداعيات كبيرة جدا، وأعتقد أن فرض هذه العقوبات بهذه الطريقة كان الحقيقة قرار خاطئ تماما، لأنه إذا كانت النية من فرض هذه العقوبات معاقبة روسيا، فروسيا هي أقل الدول تأثرا من هذه العقوبات، نتيجة أن غذائها بتنتجه بالكامل داخلها، وأن مصادر الطاقة اللي عندها تكفيها، وعندها قاعدة صناعية كبيرة، عندها قاعدة زراعية كبيرة، عندها تحالف مع دول بريكس اللي هي البرازيل والصين والهند وجنوب أفريقيا، عندها تحالف استراتيجي مع أكبر دولة بالنسبة لتعداد السكان في العالم الصين، وهناك حدود مشتركة، وبالتالي لن تتأثر روسيا، يعني أقلهم تأثرا هي روسيا، أكثرهم تأثرا هي الاتحاد الأوروبي يليه الولايات المتحدة، وأكثر من دولة الدول الفقيرة اللي هي دول القارة الأفريقية وكل دول العالم الثالث. تمام، يعني إذا هناك توقعات بحدوث أزمة في أسعار الغذاء العالمي وأسعار الطاقة أيضا. هي بدأت فعلا، يمكن الزيادات بالنسبة للطاقة كانت كبيرة جدا. احنا بنتكلم قبل الأزمة كان البرميل بتاع البترول في حدود 85 دولار، النهاردة تعدى 130 دولار، فلك أن تتخيل تكلفة المنتجات الصناعية اللي بتعتمد على الطاقة من خلال الكهرباء اللي بتولد بالبترول، لك أن تتخيل تكلفة النقل اللي بيعتمد على البترول، لك أن تتخيل تكلفة تحركات رجال الأعمال من خلال شركات الطيران المختلفة اللي بتعتمد على البترول. الحقيقة يعني هناك مشكلة حقيقية وزيادة، وإذا لم تحل هذه المشكلة في خلال الشهرين الجايين هتبقى الحقيقة، أنا بتصور أن قد يحدث أو تحدث حرب عالمية ثالثة. تمام. طيب، أمريكا أعلنت عن حظر واردات النفط الروسية بنهاية 2022، هل بتعتقد أنه هذا سيزيد من تعميق أزمة الطاقة عالميا؟ هل بتعتقد أن هناك دول أوروبية ستحذو حظوها رغم تداعيات ذلك على أسعار النفط العالمية وعلى الأوضاع الاقتصادية في هذه الدول نفسها؟ الحقيقة هذا القرار أفاد روسيا أكثر من أي دولة تانية، لأن دول الاتحاد الأوروبي لم توقف استيراد لا البترول ولا الغاز ولا الفحم، اللي هو بيمثل من 30 إلى 50% حسب كل منتج من استهلاك السوق أو الاتحاد الأوروبي. أيضا الصين منتظرة أي كمية زيادة أو كمية روسيا ترغب في تصديرها من الثلاث منتجات دول، الصين جاهزة. فبالتالي لن تتأثر روسيا. أمريكا تأثرت، المواطن الأمريكي الآن في حالة هلع، في بانيك كامل في الولايات المتحدة، زيادات الأسعار تخطط نسبة التضخم في فترة بسيطة جدا داخلة على 8-9%، ودي لم تحدث في تاريخ أمريكا. وبالتالي أنا بعتقد أن هذا القرار الامريكي هو الحكايه انه عمل باك فاير او ارتد التاثير السلبي على امريكا بالدرجه الاولى. طيب، يعني هل تمتلك الولايات المتحده الامريكيه خطه بديله لمواجهه تداعيات قرارها بارتفاع أسعار الطاقة عالميا؟ لأنه بالتأكيد هذا كان متوقعا من قبل اتخاذها القرار، هل خططت لبدائل لاحتواء هذه التداعيات برأيك؟ هي بتراهن على أن المنتجين الرئيسيين زي المملكة العربية السعودية وزي دول أخرى، وبدأت تغازل فنزويلا دلوقتي، أن هي تزيد من كمية البترول المنتج، لكن لا اعتقد ان ده هيجيب نتيجه، لان اوريدي العلاقات
السياسية ما بين أمريكا وكثير من دول العالم هي علاقات ليست في أحسن أحوالها، وبالذات المملكة العربية السعودية والإمارات. وهناك أيضا عنصر مهم وعنصر خطير جدا، اللي هو أن مصادر أو يعني باقي دول العالم هي بتستفيد من زيادة في الأسعار، وبالتالي لن إذا حتى وفرت الكميات فلن يتم التأثير على السعر المعلن، وكله بيتحرك من خلال منظمة أوبك واتفاق أوبك بلس، وده مش في صالح القرارات الأمريكية على الإطلاق. تمام. طيب، هناك تصريحات من روسيا تحذيرية للاتحاد الأوروبي من ارتفاع أسعار الطاقة بسبب العقوبات على موسكو، والخارجية الروسية بتقول أن الاتحاد الأوروبي سيواجه موجة ارتفاع في أسعار الطاقة والكهرباء والنفط والغاز بمقدار 3 مرات. يعني كيف يمكن الاتحاد الأوروبي أن يتحمل هذه التداعيات بسبب هذه الأزمة، وإلى أي مدى سيصمد، أو برأيك ما هي السيناريوهات المحتملة لاحتواء هذه التداعيات الاقتصادية الخطيرة؟ هي لن يتم احتواء هذه التداعيات إلا إذا اتحلت المشكلة وزالت العقوبات، وبالتالي هناك بالنسبة للاتحاد الأوروبي 3 سيناريوهات. السيناريو الأسوأ أن يوقف روسيا أو توقف روسيا صادراتها من البترول والغاز والفحم إلى الاتحاد الأوروبي. في هذه الحالة على طول حيتم تسليم الاتحاد الأوروبي، أو حتبقى شرارة الحرب العالمية الثالثة. الحاجة الثانية أن تستمر روسيا في تصدير ما تصدره بالأسعار الجديدة، وده معناه أن هيكون هناك دعم جزئي من الحكومات، وده هيستهلك الاحتياطات النقدية سواء في ألمانيا أو فرنسا أو كل الدول في دول الاتحاد الأوروبي. نعم. العنصر الثالث أن ما يتمش الدعم، وبالتالي هترتفع الأسعار بشكل أو البديل الثالث بشكل كبير جدا، وده هيتأثر به المواطن الأوروبي. وفي كل الأحوال الاتحاد الأوروبي هو الحقيقة محطوط بين فكي الراحة، وهو أكثر المتأثرين سلبا بما يحدث. يعني إذا ما تحدثنا عن السيناريو الأول والذي ينذر بحدوث حرب عالمية ثالثة كما ذكرت، كيف يمكن أن تقبل الدول الأوروبية وأمريكا أيضا بذلك، خاصة أنها أعلنت مرارا عن عدم رغبتها في دخول في مواجهة عسكرية مباشرة مع روسيا؟ والله القرار في يد روسيا دلوقتي، يعني هم الحقيقة ما تركوش لروسيا بديل بالنسبة للقرار اللي اتخذ، وبالتالي هم اللي بدأوا، ومن حق روسيا أن تدافع عن نفسها بكل السبل، وهي منتظرة طول ما الحرب الدائرة في أوكرانيا أو العملية العسكرية الروسية ناجحة روسيا لن تتخذ هذا القرار. لكن إذا تم ولو بشكل بسيط ان بقى في نوع من الانجازات الاوكرانيه على الارض في الحرب الدائره، روسيا هتضطر لقطع امدادات الغاز والبترول والفحم، وده يعني انهيار اوروبا يا تسليمها، والحالتين معناها ان لازم هتقوم حرب عالميه ثالثه. تمام. إذا السيناريو الثاني هو الأقرب برأيك، وهو الاستعداد لموجة كبيرة من ارتفاع أسعار النفط. هو ده، وان الحكومات الاوروبية عشان تقلل النتائج السلبية على المواطن الاوروبي هتضطر انها تستخدم احتياطاتها النقدية في دعم لأول مرة هيبقى في دعم لمنتجات الطاقة، وبالتالي ده هيؤدي الى يعني تقليل هذه الاحتياطات، واذا طالت المدة قد يؤدي الى افلاس تلك الدول. تمام. طيب، انعكاسات هذه الأزمة على منطقتنا، على منطقة الشرق الأوسط، على المنطقة العربية، من حيث أسعار الغذاء وأسعار الطاقة أيضا والكهرباء، هيحصل زيادة، ولكن ليس بنفس مستوى الاتحاد الأوروبي، لأن مصر مثلا بتنتج حوالي 50% من استهلاكها من القمح، ال 50% الثاني بيتم استيراده، وبالتالي التأثير هيكون ضعيف. بالنسبة للدول الخليجية البترولية فهي عندها وفرات نقدية كافية تغطي تكلفة استيراد الغذاء لمواطنيها مهما كانت الأسعار.
نعم، أشكرك دكتور شريف الخريبي الخبير الاقتصادي. وقد أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي أنه تم إجلاء 7144 مدنيا من 4 مدن أوكرانية، وهو عدد أقل بكثير من العدد الذي تمكن من المغادرة اليومين السابقين. واتهم زيلنسكي روسيا برفض السماح للناس بالخروج من مدينة ماريوبول المحاصرة، مشيرا إلى أن محاولات تجرى حاليا لإيصال المساعدات الإنسانية إلى المدينة. كانت عدة مدن أوكرانية قد شهدت نزوح ما يقرب من 40,000 مدنيا عبر ممرات إنسانية على مدار الأيام الثلاثة الماضية. وقد أعلنت المنظمة الدولية للهجرة فرار نحو 2.5 مليون شخص من أوكرانيا إلى بلدان مجاورة منذ بدء العملية الروسية العسكرية. أكثر من 2.5 مليون لاجئ أوكرانية نزحوا إلى الدول المجاورة منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وحتى الآن. المنظمة الدولية للهجرة قالت في أحدث إحصاءاتها إن عدد الأشخاص النازحين في أوكرانيا آخذ في التزايد على مدار الساعة، وإنهم في حاجة ماسة لمساعدات إنسانية. أما عن أعداد النازحين داخليا فقد أفادت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بأن هناك نحو 2 مليون نازح داخلي في أوكرانيا على الأقل حتى الآن، وأن أكثر من 12 مليونا تأثروا بشكل مباشر جراء النزاع. مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قامت بتكثيف المساعدات والدعم المقدم لأوكرانيا والدول المجاورة لها من أجل التعامل مع موجة اللاجئين وتلبية احتياجاتهم الإنسانية هناك. أما في أوكرانيا فإن الأمم المتحدة تقدر بأن ما لا يقل عن 2 مليون مواطن نزحوا داخليا، هذا بالإضافة إلى تأثر أكثر من 12 مليون جراء النزاع الروسي الأوكراني. وتسرع الوكالة الإنسانية جهودها لتوفير معدات التدفئة لآلاف اللاجئين الذين ينتظرون عند المعابر الحدودية وسط درجات حرارة شديدة البرودة، بينما ما زال هناك مئات الآلاف محاصرين بسبب القصف الشديد داخل مدن وبلدات أوكرانيا. وتتفاقم الأوضاع الإنسانية في الداخل الأوكراني مع صعوبة الوصول إلى المناطق المتضررة بشدة مثل ماريوبول وخاركيف بسبب الأنشطة العسكرية المستمرة وتزايد وجود الألغام الأرضية، وبات سكان تلك المناطق في حاجة ماسة إلى الغذاء والماء والأدوية والرعاية الطبية. وذلك مشاهدينا نصل إلى ختام هذه الفترة التحليلية للأزمة الروسية الأوكرانية وتداعياتها على المنطقة والعالم. أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.